مشاهدينا السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الفترة الإخبارية. إلى موضوعنا الأول ونقاشنا الأول لنهار اليوم، يتوقع خبراء ونشيطون في مجال السياحة تزايد إقبال السياح الأجانب على زيارة الجزائر، وذلك بالتوازي مع القرار الجديد للداخلية الجزائرية بشأن منح التأشيرة للسياح الأجانب لزيارة الجنوب، وذلك ليصل الرقم وفقهم ربما إلى ما يناهز أو قد يزيد عن 30,000 سائح أجنبي سنويا يزور الصحراء الجزائرية. يقول هؤلاء إن طلبات السياح الأجانب لزيارة الجزائر لطالما كانت مرتفعة، إلا أن تعقيدات الحصول على التأشيرة السياحية كانت تعطل العملية، وهو ما يخلط على وجه خاص برامج السياح التي ترتبط عادة بمواسم العطل أو الأعياد، وأيضا تقييدها بأجال زمنية محددة. هذا القرار وفق المهنيين له هو أهمية كبيرة على الصعيد الاقتصادي، خاصة وأنه يضمن تحقيق حصات معتبرة من العملة الصعبة التي يمكن أن تحدث طفرة في أرقام الاقتصاد الوطني وتحرره من قيود المحروقات. طبعا كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كانت قد أعلنت أمس إقرار ترتيبات جديدة في منح التأشيرات السياحية للسياح الأجانب الراغبين في زيارة جنوب البلاد، وذلك عن طريق وكالة السياحة والأصفار الوطنية المعتمدة، وذلك عبر تأشيرة التسوية مباشرة عند وصولهم إلى منافذ أو المنافذ الحدودية، لا سيما بالولايات الجنوبية للوطن، المطارات والمعابر البرية، عوضا عن إجراء ترتيبات التأشيرة العادية. الصحراء الجزائرية التي تعد حتى الآن، حتى قبل إقرار هذا القرار، تعد مكانا ساحرا يستقطب عدد من السياح الأجانب. تتربع صحراؤنا على 80% من المساحة الإجمالية للبلاد و20% من الصحراء الإفريقية. الصحراء الجزائرية تراث، تاريخ، ثقافة، واحات، رسومات ونقوش في صخور الجبال تعود لآلاف السنين. للحديث أكثر حول هذا الموضوع مشاهدينا، دعونا نربط الاتصال بالسيد مولود يوبي رئيس الاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأصفار. مساء الخير سيد. مساء الخير سيدتي، أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الكرام. أهلا بك. برأيك سيد يوبي، ما الذي يمثله هذا القرار الحكومي؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحن كوكالات سياحية أو كاتحاد وطني لوكالات السياحة والأصفار استبشرنا خيرا بما جاء في قرار وزارة الداخلية أمس، لأننا كوكالة سياحية سواء في الشمال أو خاصة الوكالة السياحية لفي جنوب الجزائر العزيز عانينا كثيرا ولمدة قياسية أكثر من 20 سنة. كان هناك مشكل يسمى مشكل التأشيرة بالنسبة للجزائريين، حتى أنه بعض الدول اللي تحاول تسود صورة الجزائر تقول أنه أصعب تأشيرة هي التأشيرة الجزائرية. الحمد لله اليوم أظن أنه قرار مثل هذا هو قرار فاتح لي أو هي نهضة حقيقية اليوم في قطاع السياحة بعد هذا القرار. أظن أنه اليوم الوكالات السياحية سواء كانت في الشمال أو في الجنوب هي أمام تحدي فعلي لجلب أكبر عدد ممكن من السياح بعد هذا القرار الذي نعده يعني حقيقة هو انتصار حقيقي للسياحة الجزائرية، وسيفتح أبواب إن شاء الله أبواب خير على الوكالات السياحية، على أصحاب الفنادق، على شركات طيران، كذلك شركة ناقلة للسياح، وعلى المواطنين وعلى كل المناطق السياحية اللي يعني السياحة تعتبر شريان حقيقي في الدورة الاقتصادية لحياتها. اليوم أظن أنه الجزائر أمام تحدي، الوكالة السياحية أمام تحدي، الفاعلين في قطاع السياحة كذلك أمام تحدي. أتمنى التوفيق للجميع سواء سلطة مركزية أو وكالة سياحية أو فنادق وجميع كذلك النشطاء في القطاع السياحي. طيب برأيك ما هو العدد الذي يمكن أن نصله من حيث عدد السياح الأجانب بتنفيذ هذا القرار؟ شوفي سيدتي، ما نقدروش اليوم نتحدث على أعداد، ولكن
نعم وفق الطلبات التي نقول... تأتيكم. نعم نعم وإحنا نقول فقط أن هناك الآلاف من الطلبات على السياحة الجنوبية الجزائرية في جنوبنا، في جنوبنا الكبير، ولكن مع الأسف، ولكن مع الأسف كانت هذه الطلبات تلقى الرفض. لماذا؟ لأنه التأشيرة الجزائرية معروفة أنه لا تمنح للسياح لسبب أو لآخر. اليوم بعد هذا القرار أظن أن الجزائر صفعت جميع المتحدثين والمتكلمين، سواء دول أوروبية اللي تستهدف الجزائر أو حتى بعض دول الجوار اللي تحاول، اللي هي في أصلها وجهات سياحية وتحاول أنها تسود صورة الجزائر، لأنه لو الجزائر تفتح أبوابها للسياحة راح تقضي على هذه الوجهات السياحية، لأنه عندنا مقومات سياحية هائلة سواء في الجنوب أو في الشمال. هناك جانت واحدة، هناك أفكرم واحد، هناك بقرة واحدة في العالم، بقرة باكية واحدة في العالم، وهذا شيء، هذه بعض المقومات السياحية التي تزخر بها قارة الجزائر السياحية. قلت لك سيدتي الأعداد ستكون هائلة، رغم أنه القرار يعني جاء في منتصف الموسم الصحراوي، لأنه الموسم الصحراوي يبدأ من شهر أكتوبر نوفمبر، ولكن نستبشر خيرا، وإن شاء الله الوكالات السياحية اللي في الشمال أو في الجنوب نعمل سويا على فتح هذه القارة السياحية من جديد بمثل هذه التسهيلات، وإن شاء الله نحن ننتظر هناك قرارات أخرى إن شاء الله تكون صادرة، لأنه هذه التأشيرة هي تأشيرة تسوية، وننتظر إن شاء الله صدور التأشيرة الإلكترونية. وكذلك من باب قل للمحسن أحسنت نشكر السلطات العمومية التي عملت جاهدا، أولا سمعت لانشغالاتنا نحن كوكالة سياحية أو كاتحاد وطني، ولبت الرغبة وبذلوا المجهود، واليوم رانا نشوف نتيجة عملهم الحمد لله. هناك تأشيرة التسوية، باقي التأشيرة الإلكترونية، وباقي فتح كذلك باقي المسالك السياحية اللي هي كانت مغلقة لطيلة سنوات، يعني تذرعا وبحجة الأمن في الجزائر. احنا اليوم نشوف كذلك أنه الأمن متوفر في الجزائر سواء في الشمال أو خاصة في الجنوب. السلطات الأمنية مشكورة على أدائها لواجبها كما يلزم، وننتظر إن شاء الله أنه تفتح كل المسالك السياحية في جنوبنا الكبير حتى يتسنى للعالم معرفة ما تزخر به الجزائر من ثروات سياحية هائلة. طيب، الجزائر تزخر بثروات طبيعية ساحرة بأثار كبيرة في الصحراء الجزائرية، لكن الآن ألا ترى بأنه يجب أيضا أنه يعاد الاعتبار لهذه المناطق من حيث التنمية سيد مولوديوبي، وأيضا توفير شتى المرافق؟ نعم، لما يكون هناك قدوم لسياح سواء جزائريين أو أجانب لابد من توفير كما نقولوا لستيك مينيمام، لابد من توفير بعض الأمور اللي هي أولا تهيئة المطارات بما يليق بصورة الجزائر سواء في مناطقنا الشمالية أو جنوبنا الكبير. هناك لابد كذلك من مراجعة قانون الصرف، ما نقدروش السائح الأجنبي يجي ويصرف في المارشينوار. هناك كذلك كما قلت تهيئة بعض الأماكن السياحية وبعض المسالك السياحية بما يليق بصورة الجزائر الجديدة اليوم، جزائر 2022. أظن أن هذا القرار كما قلت هو بادرة خير على السياحة الجزائرية، وإن شاء الله السياحة قطاع أفقي، لابد أن تتوفر عدة عوامل حتى تكون عندنا سياحة مليحة. لابد أن يكون هناك قانون تجاري يتماشى والمنظومة السياحية، هناك أن يكون كذلك بعض مثل القانون المصري في الجزائر لابد من تعديل فيه حتى يتماشى كذلك مع هذه النهضة السياحية. أظن أنه مع الوقت كلش راح يجي مع بعضه. تهيئة المسالك السياحية، احنا في جنوبنا الكبير لا نحتاج سيدتي إلى فنادق 5 نجوم رغم أنه يمكن توفيرها، لا نحتاج إلى فنادق 4 نجوم، فالسائح الأجنبي أو السائح الجزائري يقصد هذه المناطق السياحية لنوع معين من السياحة، وهو سياحة التخييم في صحرائنا الكبرى، أين يتمتع بالمظاهر وكذلك يتمتع بكل ما هو رسومات ما قبل التاريخ وحضارات الإنسان القديم والحضارات المتعاقبة التي عرفتها الجزائر بصفة عامة. نحتاج فقط إلى أن الوكالات السياحية الجزائرية اليوم لابد أن تكون في مستوى هذا التحدي هي كذلك، لأنه مدام هناك إرادة سياسية مثل ما لاحظناه في عدة قرارات متتابعة، أظن أنه حتى الوكالات السياحية اليوم لازم يكونوا في نفس المستوى
ونتعاون جميعا إن شاء الله، لأن السياحة مهمة الجميع، مهمة الدولة، مهمة المواطن، مهمة وكالة السياحة والإسفار، مهمة الفندق، مهمتكم أنتم كذلك كإعلام، وأنتم مشكورون على ما تبذلونه من مجهود من أجل حسن التسويق والترويج للسياحة الجزائرية، وأتمنى كما قلت التوفيق للجميع. نعم سيدي. نعم نعم أستاذ مولود أيوبي، لما تحدثت عن تنمية في الجنوب وبما أنك ذكرت التعاون من قبل الجميع، طبعا إذا قلنا أنه بالإمكان إشراك المواطن في الجنوب في هذه الخطة، بما أنه الجنوب الجزائري سيكون مصدر ربح، سيعود بأرباح كبيرة، ينتظر أن يعود بعملة صعبة على الاقتصاد الوطني. أيضا ما تشوفش بأنه النهوض بالتنمية في هذه المناطق يجعل سكان مناطق الجنوب في راحة، وبالتالي بإمكانهم الإسهام في هذه الخطة؟ نعم، هو إذا كان احنا بها نكون في مصاف الدول المتقدمة سياحيا، لابد من توفير كما قلت بعض المرافق والمنشآت وبعض الخدمات اللي تعرفها المطارات في أو الدول السياحية أو المناطق السياحية في شتى دول العالم. اليوم عندنا مناطق سياحية ولكنها ليست مهيئة كما يجب الحال. احنا بدينا بأول قرار اللي هو بدأت به الدولة، كان الحمد لله وهي مشكورة، وهو التسهيل في التأشيرة. بعد ذلك قدوم السواح الأجانب راح يفرض علينا احنا كجزائريين، سواء كمواطنين أو كوكالة سياحية كسلطة عمومية، أن نوفر بعض المرافق السياحية وبعض المتطلبات وبعض الخدمات حتى نرتقي بوجهة الجزائر ونخليها وجهة سياحية عالمية بامتياز. هذا راح يجي مع الوقت. أنا نشوف أنه يعني المشكلة اللي كان هو إرادة سياسية فعلية. أولا الحمد لله اليوم احنا نلمس من خلال القرارات المتتابعة كما قلت قبل قليل أنه هناك إرادة سياسية فعلية وشجاعة للنهوض بهذا القطاع وتنمية السياحة وجعلها قطب هام من أقطاب بناء الاقتصاد الوطني. التنمية راح تكون أكيدة، لأنه المناطق السياحية هذه لما تدخل الناس عملة صعبة ولما تكون هناك حركية سياحية راح يخدم الجزار وراح يخدم المطعم وراح يخدم صاحب راح يخدم الخضار وراح يخدم كذلك صاحب التاكسي وصاحب الحافلة وكذلك الشركة الناقلة اللي تنقل الشركة الناقلة الجوية اللي تنقل المسافرين، لأنه صحراءنا الكبير يتعذر ويصعب الحركة فيه كما نقولوا برا لأنه المسافات كبيرة. راح يخدم كذلك صاحب الكاتكات اللي عنده سنوات ما خدمش، راح يخدم كذلك لنوع من أنواع السياحة اللي راح تندثر وهي سياحة الجمال، لأنه ما ننساوش أنه عندنا خوتنا في الصحراء كذلك عندهم جمال، وكانت هناك بعض البرامج السياحية اللي يقصدوها الأجانب واللي هي التنقل عن طريق بالجمال من منطقة الهجار إلى منطقة طاسيلي أو يعني يكون هناك المسلك السياحي كامل عن طريق الجمال. هناك كذلك الحمير، لأنه هناك بعض المناطق السياحية في صحراءنا الكبير اللي فيها جبال ويتعذر تنقل فيها بالجمال، ثم هناك حتى صاحب الحمار، هناك كذلك صاحب الصناعة التقليدية اللي لازم عليه انه يبيع منتوجات تقليدية تاع المنطقة اللي معروفة هي عند اهلنا في جانت او في طمن راس او في تيميمون او في غردايا كذلك. اظن انه راح تكون هناك حركة اقتصادية او حركة سياحية وهي حركة تنموية اللي راح تخلي المواطنين تاع المناطق السياحية هادو يكونوا في أريحية من أمرهم مع مرور الوقت إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك مولود أيوبي، رئيس الاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار، كنت معنا عبر الهاتف. بالتوفيق. شكرا لك. العفو سيدتي، شكرا جزيلا. شكرا لك.